هو ده اللي سردين ده شكله عليك بعهولك على اساس ان هو سردينه. لا ورينا شكل السمك كده اللي اتباع وخدت الكيلو على كام منه. شكل الزود خدت الكيلو على كام؟ لا ده حاجه مشروه شروه. لا ده سمك اسمها شكل الزور. شكل الزور السردينه دي يا شوف ده شكل الزور. السمك ده جاي من عند شايل. السردينه دي يا عم تمام. السردينه دي كاستم ريسايكل مش من التمرين. ما قلت له انا خلاص بس كل منه. ما انا قلت له وقال لك شكل الزور. ثانية كلها شو. بس علي كمان كلسان طيب. انا عامل معاك الساعة. على الله انا بابش اسمع سمك انا سمارتي كل سمارتي. سردنا عندك مستردين. ازيك يا شيخ كل سنة وانت طيب. طيب. قول لنا بقى بتملح ايه؟ نملح سمعت اسمه اللهم صل على رسول الله. شكل الزور شكل الزور. هو شكل السردينه دي يا شيخ. لا شكل الزور. طب امال فين السردينه؟ هو ده قال لي سردينه. لا شكل الزور. بعهولك على اساس ان هو سردينه. لا ورينا شكل السمك كده اللي اتباع وخدت الكيلو على كام منه. شكل الزور. خدت الكيلو على كام؟ لا ده حاجه مشروه شروه. لا ده سمك اسمها شكل الزور. شكل الزور السردينه دي يا شيخ. لا شكل الزور ده تنفع في التمليح. جميله في التمليح. اه حلو. هي فعلا شكل الزور دي تنفع في التمليح. انا اول مره اشوفها بتتملح. لا حلو التمليح. حلوه؟ تقعد قد ايه وقت في التمليح؟ ما نكملش بتاع 5 ايام لحد اخر منها 4 ايام. طب وطعمها بيكون زي السردين؟ بيبقى زي السردين. لا ملح خشن يا شيخ. ايه؟ ملح نعم. انا قلت لك هات ملح نعم. انت جبت لي خشن. شوية بس خلاص اخلص دول واعمل ملح. ده ملح خشن مع شطه. بس المفروض يبقى ملح ناعم. المفروض يبقى ملح ناعم؟ ده الملح الناعم بيحدق. لا هو حلو. وانا بحط على قد كميه السمك بالظبط. والله ده انا عارف ان الملح بيبقى احسن من الملح اول حاجه يعني. لا لا الملح الناعم اصلا انا بحط على حسب كميه السمك اللي بعملها. ما بحطش انا على طول يعني ملح كتير وبتاع. لا على عن الكمية حسب الكمية ما بتاكل. وناس كتير ملحتها يعني وشكروا فيها الحمد لله يعني. وكان مسلمين في عيد شم النسيم برضك اخواتنا المسيحيين جبتهم وملحت لهم واتبسطوا منهم البوري برضك. وبرضك في رمضان العيد الصغير ده ملحت سمك برضك واتبسطوا منهم. اهو طيب. ده شكل السمك. ده اسمه شكل. ده شكل. مش المفروض الميه اللي عليه دي كان لسه غسله دلوقتي. مش المفروض نسيبه بحس... شويه ولا عادي؟ لا عادي عادي. لا عادي. مش المفروض تنشف الميه يا شيخ منه؟ لا 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 عادي. ويقفل عكيس بعد كده؟ ويقفل عكيس. انا بس هو يروح هيحطهم في جردل. ينفع؟ هو عايز كده. اول ما يتملح اقصد يتقفل عليه خلاص. ما هو هيروح البيت على طول. البيت قريب هنا. هتروح بقى تحطه في زي علبه او حاجه. بس اهم حاجه ما تعرضهمش للهواء. بعد ما احطهم في العلبه تمام. وما تخليش الدبانه تيجي عليهم. الدبانه ده لو جت عليهم تزود على طول. كنت جيته في رمضان او في العيد. عملت قبل كده سمك سردين؟ عملت سردين. وعملت موز انا برضك من البيت يعني. مش ما انا عارفه انت جايب من البيت. للبيت بعمله البيت. بس العيله يعني. كل سنه وانتم طيبين. طيب يا ابو حسن يصلح حالك. بس هو ضحك عليها يا شيخ ده مش سردين. يلا معلش بقى ربنا يعافيك. لا هو قال لك شكل الزور. لا ما قاليش. وقال لك شكل الزور. شكل الزور ده اللي هو يشبه المكرل شويه بس البلدي. ايوه صح كده؟ بس البلدي بتاعنا. بيتباع على اساس كسكومري بلدي. طب الحاجات اللي بنطلعها مفتوحه دي وريها لنا كده يا شيخ. ده ينفع تمليح؟ لا عادي انها طازه اصلا. قبل التمليح مهريه هل تنفع بعد التمليح؟ عادي 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 انها طازه. بص لسه بدمها اهو. لسه الدم بتاعها. هو السمك ده عامه ما بيتحملش زي السردين برضه. عامله زي الموزه كده. ما بتاخدش وقت. بيتفتح على طول. ايه
ويتحط عليه زيت في البيت ولا حاجه؟ هو حسب مزاجه هو بقى. انا بالنسبه لملحت لي انا ملحت لي انا ما حطيتش زيت. انا عملته ملح وشطه وقفلته في اكياس حلوه نظيفه وعملته واكلت منه على ايدي. وعملت النسايج برضك منه كله. يعني ده اسبوعين ويفتح عليه؟ لا مش اسبوعين، ده خمس ايام. خمس ايام بس؟ خمس ايام. السمك ده جاي من عند شاهين. مش سردينه دي يا عم، مش سردينه دي. كاستم ريسايكل مش من التمليح. ما انا قلت له انا وقال لك شكل الزور. الثانيه كلها شو. ما زعلانش منه، كل سنه طيب. انا عامل معاك السمك. على الله انا ما بعرفش السمك انا. انا سمكتي كل السمك. سردينه عندك مش سردينه. عندك السردينه؟ عندك مش سردينه. ده اغلى من السردينه. كمان احسن من البلاميطه. خمس كاس. لا ثلاث كاس ولا حاجه، بس ما فنان. لا فنان؟ اه. والله يعني انا جبت بوري في رمضان ب 170 جنيه وملح وليا كمان، مش لحد غريب. بس كان بوري، كان نظيف. كل التمليح طلع سهل قوي يا شيخ. نعم؟ التمليح طلع سهل قوي يا شيخ. التمليح بس في النفس. اجيب السمك ارميها في ميه وشطه وحط في كيس بس كده. لا اهم حاجه تقفيل الكيس كويس وبتاع، وكميه الملح يعني ايه ما بقاش كتيره عليه، وشطه كتر الشطه عليه. التمليح ده بيبقى صعب ان كتر الشطه، ان الشطه لو في اي مكروب الشطه بتقضي عليها، بتقضي عليها. تسلم ايدك يا شيخ. الله يخليك. تسلم ايدك، كل سنه وانت طيب. يلا احنا نازلين يا شيخ. لا يا شيخ على طول معانا في التلفزيون يعني، مش اول مره. انا سيدي يا استاذ. قناة إيمي وهنونة، صفحة إيمي وهنونة على الفيسبوك واليوتيوب. اه. تابعنا بقى عشان ما تتغشش تاني. بس بس. ماشي؟ لو كنت تابعتنا من الأول ما كنت عرفت إن ده مش سردينة. كل سنة وأنت طيب. أول السلام عليكم. حط 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 حط. عجبك الفيديو؟ ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.